مرحبا بكم. معاها كيما في العاصمه لهنا درت بصله كبيره وقطعتها قطع صغار ودرت الدجاج وربع مغارف زيت وقليت هذاك الدجاج مع هذاك البصل، وراني رايحه بعد ما تقلاولي ندير التوابل بالقرفه فلفل الكحل والقرفه يعني نامي اون بودغ نديروها وخلو الطبق تاعنا يتقلى غير على نار هاديه. انا الطعام تاعي راني حضرته بعد ما غسلته يعني وصفيته وقطرته مليح ونشف ودرت له غير فازيت وحليته، راني حنبدا نفوره بعد ما نمرق القدره تاعي. بسم الله انا حين نمرقوا القدره تاعنا. انا الطعام تاعنا راهو فار وراني حنحيه وراني حندير الخضره تاعي. الطعام تاعنا فار راني حنعاودو زوج مرات، المره الاولى نشمخو ونخليه شويه حتى يشد روحو ونعاودو له المره الثانيه. ونقول لكم انا هنا راني حندير يعني هذيك الخضره، انا حين نديرو هذيك اللفت وزدت حطيت مام القرفه. راني رايحه وليت باش نرمي الحميصه تاعي راهي مغليه ما تشدش وقت كبير في الطياب. عم خلاص انا درنا له لا مارغارين واني رايحه نوريه لكم في صحن التقديم ان شاء الله. بسم الله انا حبيت يعني نجوز نوري لكم الطعام كي تكونوا حين تحضروه للضياف تاعكم ديروا له هذه الطريقه. الطبق تاع الطعام تاع اليوم اللي حضرته معكم يعني بالدجاج مرقه بيضه ورافقناه بالخضره كما راكم تشوفوا، والمرقه جاتني الله الله وزدت يعني رافقته باللبن تاع البقره، وان شاء الله انتو ديروا الطعام في هذا البرد وتاكلوه بالصحه وفي امان الله.